معكم في برنامج رفعة الجلسة. فما الناس كيف تجيها الجريمة الصدمة تخليها تهرب من مكان الحادث، وهذا ما يخليها عرضة مشاكل عديدة وتتبعات عديدة. هروبهم من مكان الجريمة يرجع لأسباب أما موضوعية أو شخصية وذاتية، وهو ما يصعب عملية اكتشاف مرتكب الجريمة. القضية متاعنا قامت بتاريخ 19 جويلية 2013 بمنطقة سامس، تحديدا بمعهد الدراسات العليا التجارية. قمت الصباح كالعادة، قديت روحي، حذرت روحي، شربت فطور الصباح ومش نطلع للفاك خاطر يلزمني ناخذ الدبلوم تاعي. انا في دابيتيد نقعد في الصيف في الدار، اما انا سمعت بجماعة قاعدين فما خليعه في الفاك، حبيت نمشي نشوف واش فما وكلكم بان نتفرهد معاهم. اون بلوس جماعة يحكيوا لي الخليعه في الفاك مش نورمال، قلت نطلع للفاك شوف شنو الجو، نتفرهد معاهم نضحكوا نحكيوا، قلت نطلع نشوف شنو هي الحكايه. حتى لهنا الاجواء كانت طبيعيه والامور في الفاك كانت عاديه والطلبه الكل كانوا عاملين جو كيف العاده. وصلت فهيمه بنت محجوب للفاك ولقات في انتظارها مفاجاه ما توقعتهاش. خلط نلقى السكينة في يدو، ما فهمت حتى شيء، سيد يطعن فيها بعد كي خرج لها قلبها. هربت نجري. فهيمة روحت تجري من مكان الحادث والخوف غلبها وخليها تروح كأنها مشافت شيء. وبعد لحظات عربية زادة دخلت الفاك بتعمل معهم جو كيف العادة. أنا دخلة كالعادة نتمشى في الفاك، دخلة في عقلي حبيت ريت من بعيد الجماعة قاعدين اون جروب مفرهدين عاملين ضحكة، كملت وصلت باش نرى شنو فما. يا اخي ليش تشكيت في المنظر اللي ريتو؟ لقيتو هو قاعد ينكل بها. انا ريتو بعيني هذي وقعدت تشكي فيه هو كيفاش يقطع فيها وينتج فيها فريمون، قعدت تشكي فيه هو كيفاش يعمل بريمون انكرويابل. سيد يطعن فيها بعد كي خرج لها قلبها. مع الجريمة أدلتها كانت واضحة من شهود وأدلة الجريمة معرفة هوية الفاعل، والهيئة القضائية ما كانت وضعية غامضة أمام جريمة واضحة المعالم ورفعت الجسد.